خليني اروح مع حضرتك للكاس السوبر الافريقي. الحقيقه هذه المباراه المهمه جدا يوم الجمعه القادم، الكل ينتظرها، بدايه موسم بعد معسكر في خارجي في النمسا، وبعد ما شد وجذب ما بين النادي الاهلي والمنتخب فيما يخص اللاعبين وهكذا وكذا. الاربع لاعبين لعبوا مباراه اثيوبيا ثم عوده مره اخرى للنادي الاهلي. شايف هذه المباراة في بداية الموسم وبعد كل هذه الأحداث ومعسكر وأجازة، شايفها إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا شايف من الأول ومطمن فوق ما تتصور، يعني لأني عندي ثقة كبيرة جدا جدا في المدير الفني كل النادي الأهلي. النواحي التنظيمية الدقيقة مش مخليني قلقان ابدا، سواء رباعي الاهلي اللي جم ولعبوا ورجعوا الكلام دوت. الميزه اللي موجوده عند مستر كولر ان هو ما بيسيبش حاجه للصدفه، والثانيه ليها وقت وليها قيمه. ترتيباته يعني يمكن اول موسم، بدايه موسم، نهايه موسم وبدايه موسم، اشوف فيه هدوء في المعسكر الخارجي وتاديه المعسكر الخارجي والرجوع لاستعداد لبداية الموسم. وبداية الموسم غير أي موسم، صحيح. أنت بتبتدي ببطولة، بطولة ماتش واحد ببطولة وعلى ملعب خارجي في السعودية. الجماهير طبعا منتظرة ومستنية ومتشوقة أولا لوجود النادي الأهلي. البداية، بداية الموسم ببطولة قوية زي دي هتكون دافع كبير جدا جدا لتكملة المشوار، لأن احنا داخلين على بطولات. أنا شايف كم بطولات رهيب موجود، السوبر الإفريقي سواء على المنتخبات أو الأندية، شايف كم بطولات كتيرة. مش قلقان خالص ولا حامل هم، لأن أنا عندي ثقة كبيرة في مستر كولر في إعداده، وهو ما بيسيبش حاجة للصدفة. صحيح. ما بيسيبش ثانية تعدي، كل ثانية هو بيستفاد بيها وبيقدر يوصل فكره واللي هو عايز يعمله ويوصله للعيبه بتاعته. ودوت واضح على وجوه اللعيبه لما بتشوفها في اي لقاءات، في حتى في معسكر النمسا لما كان بيجي فيه، في صور الناس بتشوفها او في كلام. انا شايف فيه هدوء جامد الحمد لله طبعا، ودي ميزه. ومتفائل تفاؤل كبير جدا بالبدايه، بدايه الموسم دوت بهذه البطوله، لان وعندي ثقه كبيره جدا 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 ان دي هتكون اول بطوله ان شاء الله، وفتحه الموسم تكون خير باذن الله يا رب ان شاء الله. هل بتفرق يا كابتن مع ان البدايه تكون مع فريق من شمال افريقيا، فريق متعودين منه ان هو يكون ند قوي وفريق كبير في الجزائر، عن ان هو يكون من فرق افريقيا السمراء؟ هي يعني وجهة نظري مفيش فرق كبير بينهم، لأنها دي بطولة ماتش واحد، مباراة واحدة. أوكي. سواء مستوى الفرق شمال أفريقيا الجزائر أو الفرق الإفريقية كلها فيها منافسة، وفي تعتبر إن في ملعب محايد يعني بالتساوي 50-50. إنما الدوافع الكبيرة اللي بتبقى موجودة عند فريق عن فريق هي دي اللي بتفرق وبتحدد المسار. وانا شايف ان في دوافع كبيره جدا جدا للنادي الاهلي للبطوله دي.